عندك بدي ابقى ويغيبوا الغياب دي فركة كعب وهتعملها هو اللي نعزبها هو اللي نولبرا هي أزمة وتعدي مرينا بالأصعب بإذن الله بنعدي وعليها نتغلب. انا كشخصيه كحسين كشخصيه اتقبل المزاح دائما، يعني دائما اخذ الكلام المزح اخذه بروح مثل ما يقولون بسيطه وسلسه، ولكن طلبت انا حقيقه منهم في احد التويتر تغريده كتبت انه مراعاه مشاعر نفس الناس اللي تهتم بنا ومشاعرنا، والعكس نحن نحترمكم ونحترم كل تعليقاتكم ونحترم كل مزح، في النهايه يعني كل اناء ينضح بما فيه. الوعي والإدراك نصون من نهوى ونعبر الأشواك.